بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. ها نحن مثل العادة نأتي لكم بقصة جديدة وحكمة جديدة وعبرة وموعظة جديدة. نحن ما زلنا في ضمن نطاق قصص بني إسرائيل الدينية التي ورد ذكرها بعضها في القرآن وبعضها الآخر في السنة النبوية الشريفة. قصتنا اليوم تتحدث عن رجل عابد لا يعرف من هذه الحياة سوى الصلاة والصيام والقيام، ويبدو أن الشيطان تضايق منه كثيرا وأراد أن يغويه. تعالوا نرى ماذا فعل الشيطان ينال من ذلك الرجل العابد. كان هنالك عابد في بني إسرائيل لم يقترف في يوم من الأيام أمرا من أمور الدنيا بشيء، فأزعج ذلك إبليس كثيرا ما جعله يصرخ صرخة عالية، فاجتمع إليه جنوده فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية النساء. قال: إليك عني، لست له، هو لم يجرب النساء قط. فقال له الآخر: أنا له. قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية الشراب واللذات. قال: إليك عني، لست له، ليس هذا لهذا. فقال الآخر: أنا له. قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية البر. استمعنا شوي قليلا إبليس اللعين ثم قال كلاما منطقي: انطلق فأنت صاحبه. انطلق ذلك الشيطان إلى موضع الرجل وتهيأ له على شكل إنسان، فأقام حذاءه يصلي، وكان الرجل ينام، أي الرجل العابد، لكن الشيطان لا ينام ويستمر في الصلاة. وكان الرجل العابد يتعب فيستريح والشيطان لا يستريح، فتحول إليه الرجل العابد وقال: يا إلهي، يبدو أني أقصر بحق الله. واستصغر عمله كثيرا وقال: إن ذلك الرجل أفضل مني، علي أن أسأله بأي شيء يقوى على هذه الصلاة وقيام الليل والصوم طيلة الوقت. فجاء إليه وقال: يا عبد الله، بأي شيء قويت على هذه الصلاة؟ فلم يجب واستمر في الصلاة. ثم عاد عليه فلم يجب، ثم عاد عليه فلم يجب، إلى أن عاد عليه للمرة الأخيرة فقال له: يا عبد الله، أي الشيطان الآن هو من يتحدث إلى ذلك الرجل العابد ويقول له لماذا هو شديد البر بالله. قال له: إني أذنبت ذنبا وأنا تائب منه، إني أذنبت ذنبا وأنا تائب منه، فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة، فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة. قال له ذلك الرجل العابد: أخبرني بذنبك حتى أعمل نفس الذنب الذي قمت به ثم أتوب، فإذا فعلته وتذكرت ذنبي قويت على الصلاة. ابتسم الشيطان ابتسامته الشيطانية وقال: الآن نلت منه. قال: بسيطة، ادخل المدينة فسل عن فلانة، وهي كانت امرأة بغية. قال له: أعطها درهمين ونل منها ما ينال الرجل من المرأة. قال: يا إلهي، أفعل ذلك؟ كيف لي ذلك؟ قال: ألا تريد أن تفعل ذنبي فتقوى في صلاتك؟ ففكر ذلك الرجل العابد المسكين، قال له: حتى ولو أردت أن أفعل ذلك، من أين لي بدرهمين؟ وما أدري أصلا ما هما الدرهمين، أنا لم أشتري يوما أو أمسك مالا، إنما يرزقني الله من حيث لا أدري ولا أعلم. وبالتو واللحظة تناول الشيطان من تحت قدمه اليسرى درهمين، فناوله إياهما وقال له: خذهما. فقام الرجل ودخل إلى المدينة بجلابيبها يسأل عن منزل تلك الفلانة البغية، فأرشده الناس وظنوا أنه جاء يعظها،
وعندما أرشدوا جاء إليها كانت تجلس أمام باب البيت، فرمى إليها بالدرهمين فأخذتهما وبدأت تنظر إليه، ظنت أنها صدقة، فقال ما بك؟ هيا قومي. فقامت قال ادخلي المنزل، فدخلت المنزل، قال لها أريد أن أفعل معك كذا وكذا لكي أقوى على صلاتي. قال بالله عليك أجئتني في هيئة ليس يؤتى مثلي فيها، لابد أن شيئا ما قد حدث معك، أخبرني بخبرك. فأخبرها، قالت لهم يا عبد الله اتق الله، إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة، وليس كل من طلب التوبة وجدها. إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة وليس كل من طلب التوبة وجدها، وإنما ينبغي أن يكون هذا الذي رأيته إنما شيطان مثل لك، انصرف فإنك لن ترى مني شيئا. وهنا استيقظ الرجل بكلمات تلك المرأة البغي التي تنم عن حكمة عظيمة، وترك المكان وعاد إلى صلاته وقيامه، ولم يعد بحاجة إلى نصيحة ذلك الشيطان الذي مات في ليلته، لأنه لم يستطع أن ينجز ما طلبه منه إبليس. والحكمة الأخرى أن تلك المرأة البغي ماتت في تلك الليلة بعد أن أعلنت توبتها. عندما استيقظت في الصباح رأى بنو إسرائيل مكتوبا على بابها أحضروا فلانة فإنها من أهل الجنة. ارتاب الناس كثيرا ومكثوا 3 أيام لا يريدون دفنها ارتيابا في أمرها، فهم عادة عندما يكون لديهم امرأة بغي لا يغسلونها ولا ينظفونها ويدفنونها بعيدا لأنها سمعتها سيئة. فأوحى الله عز وجل إلى نبي من بني إسرائيل، والمثبت في القول أنه موسى بن عمران، أن أأتي فلانة فصلي عليها وأمر الناس أن يصلوا عليها، فإني قد غفرت لها وأوجبت لها جنتي بتثبيتها عبدي فلانا عن معصيتي. سبحان الله العظيم، عندما تقومون في الليل والنهار وتدعون الله وتقولون اللهم إني أسألك حسن الختام، اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تلك الأدعية لا يعرف معناها إلا شخص قد وقع في المعصية وطلب التوبة بشكل صادق من الله. لا يغرنكم أعزائي المستمعين والمستمعات كثرة صلاة فلان أو تصدقه أو تشدقه بأنه شخص جيد أو بره بفلانة أو فلان، تلك أمور ظاهرية أنتم لا تعرفون ما في قلبها. المثل الشعبي يقول أتعرف فلانا؟ فيقول نعم. قال فتقول له أجربت فلانا؟ فتقول لك لا. إذن فتقول له إذن أنت لا تعلم. لا تحكم على الأمور الخارجية ولا تحكم على الناس، حتى وإن كان الله قد ابتلاهم ببعض المعاصي بأنهم من أهل النار أو الفتقة، فكثير منهم يملكون محبة عظيمة لله ورغبة كبيرة في التوبة. اللهم اهد أمة محمد واستر عليها في الدنيا والآخرة، ولا تجعل للشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو الجن سلطانا علينا أو على أبنائنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت والقصة وعبرتها قد استفدتم منها اليوم استفادة كبيرة، وأن تبدأوا فتعيدوا حساباتكم مع بعض الناس الذين أنتم اكتشفتم فيما بعد أنهم لا يمتون للدين بأية صلة. إن كان لدى أحدكم تجربة ما فليشاركنا بها بتعليقه فنحن نرحب به. لا تنسوا الاشتراك وتدوسوا لايك، وانتظروا تعليقاتكم بفارغ الصبر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.